في مجموعة من القرارات المهمة أصدرها المجلس الأعلى للجامعات، منها اللي بيخص نظام الدراسة في كليات الطب وكمان سنة الامتياز في الصيدلة وإزاي بيتم إعداد المعلمين خريجي كلية التربية. يمكن كمان من ضمن القرارات اللي أصدرها المجلس الأعلى للجامعات الإعلان عن خطط المسؤولية المجتمعية للجامعات ومقترح بتطبيق نظام سنة تأسيسية لتأهيل الطلاب. خلونا نعرف أكتر عن هذه القرارات الخاصة بالمجلس الأعلى للجامعات من الصحفي المتخصص في ملف التعليم عبد الرحمن عبادي. صباح الخير يا أستاذ عبد الرحمن. صباح النور يا حضرتك وحسنا مشاهدينا. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية قبل ما نبتدي نتكلم في القرارات، خلينا نستعرض كده مع بعض سريعا مع حضرتك لينا وللسادة المشاهدين أبرز القرارات اللي تم اتخاذها في اجتماع امبارح. طيب، هو من أبرز القرارات من وجهة نظري هي مشروع السنة التأسيسية اللي تقريبا هتغير وجه القبول، أو هي خطوة أولى نحو تغيير وجه أو منظومة القبول في التعليم العالي لتواكب المنظومات العالمية المختلفة. يعني احنا كانت عندنا مشكلة، احنا دايما من 64 بنتكلم سي او للقبول هو نظام المجموع الثانوية العامة، وده هو نظام عادل في قبول الطلاب، ولكن احنا بقى عندنا في مصر منظومات تعليمية متنوعة كتيرة. يعني في الاول كنا بنتكلم جامعات حكومية، دلوقتي عندنا 9 منظومات تعليم عالي. صحيح. فاصبح لازم يتم تطوير نظام القبول لتواكب هذه التغيرات. نظام السنة التأسيسية ايضا هناك نظام قبول الطلاب الراسبين مستنفذي سنوات الرسوب، دول كانوا بيواجهوا مشكلة. الطالب اللي بيدخل بعد سنة أولى أو تانية أو تالتة ويسقط سنتين غالبا ما كانش بتبقى قدامه فرصة تانية يكمل تعليمه، لا بقى في مسار انه يكمل تعليمه في الجامعات التكنولوجية. انا مش هقطع حضرتك، بس حضرتك هتشرح لنا كل واحدة من النقاط دي عشان انا مش عارفة التفاصيل بتاعت السنة التأسيسية. اتفضل. ايضا اللي هو كان المجلس احيط بقرار رئيس الوزراء بتعديل لائحة قانون تنظيم الجامعات فيما يخص سنة التدريب، اضافة سنة تدريب لطلاب الصيدلة، وده كانت حاجة مهمة جدا جدا لتطوير منظومة التعليم الصيدلي في مصر. وايضا تطوير او تعديل النظام الخاص بكليات الطب. تعديل النظام الخاص بكليات الطب هو طبعا احنا عندنا المنظومه بدات اصلا بتشتغل من اكتر من سنه، ان احنا بقى عندنا في الاول كنا 6 سنوات زائد سنه تدريبيه، بقى عندنا 2 سنين تدريبيه، وده يواكب النظم العالميه في التعليم الطبي. يعني احنا دلوقتي بقت شهادات التعليم الطبي معادله مع الشهادات الصادرة من الجامعات الأمريكية، الصادرة من الجامعات الأوروبية، فدي هتسهل كتير جدا جدا على طلاب أو خريج كلية الطب اللي بيكملوا دراساتهم برا مصر. صحيح. عندنا أيضا من الموضوعات المهمة اللي ناقشها المجلس الأعلى للجامعات ما يخص الطلاب أو آليات أو توصيات استيعاب الطلاب العائدين من الجامعات السودانية وقبول الطلاب في الطلاب المصريين في الجامعات السودانية في الفترة اللي جاية، وده هيتخذ بها قرارات خلال الساعات المقبلة هتكون حاجة مهمة استكمالا لدور مصر المهم في ان هي بتستوعب جميع ابنائها. صحيح. المجلس ده كان يعتبر من اهم المجالس، يكفي مكان انعقاده. على فكرة المجلس لم يكن لوحده بس هو المهم في الموضوع، ولكن واكبته حاجات كتير جدا، انه انعقد في جامعة اسيوط يعني في وسط الصعيد، تبعته ورشات عمل، يعني كان في ورشات عمل، في افتتاحات كتيره لمنظومات في جامعات الصعيد خلال ال 48 ساعة. ده تبعه تحالفات جامعات الصعيد اللي حصلت بالظبط، فده كان تاكيد. يعني طيب، كان استاذ عبد الرحمن، احنا امام عدد من القرارات، القرارات دي وان كانت تنم فهي بتنم عن شيء واحد، وهو سرعه المرونه لاستيعاب التحديات اللي موجودة تحديدا في الوقت الراهن، كل وقت حسب طبيعته. لو على سبيل المثال حضرتك بتتكلم على المصريين العائدين من السودان، فده بيقول ازاي اللي كل مؤسسات الدولة بتعمل في إطار واحد. لكن خلينا نفند القرارات دي واحد واحد، أو يعني قرار قرار، حتى يعلم المشاهد يعني عن ماذا نتحدث تحديدا. فلو هنتكلم على السنة التأسيسية، يعني ايه سنه تاسيسيه لتاهيل الطلاب؟ السنه التاسيسيه او البرامج التاسيسيه ده نظام معمول به في جانب كبير من جامعات العالم، هو نظام بيضمن للطالب ان احنا بنحط معيارين، مش معيار واحد لقبول الطلاب في الجامعات. اول حاجه بنحدد مثلا حد ادنى للقبول بكليات القطاع الطبي 70%، وليكن مثلا 75 80 حسب ما هيعلن في التوصيات، حسب التنسيق، حسب ما سيعلن، ويكون قدام الطالب فرصة ان جاي بهذا المجموع
يتقدم يقول انا عايز التحق بكليات الطب مثلا او بكليات الهندسه مثلا او ببرامج اللي هي البينيه الجديده. سنه هياخد فيها علوم تطبيقيه او علوم بتخص الكليه اللي هو علوم تمهيديه ليها. علوم تمهيديه بتؤهل الطالب. ليه؟ احنا كان عندنا مشكله كبيره جدا، كان عندنا مشكله ان طلاب مثلا المجموع لوحده كان طلاب يبقى جايب 99% ويدخل كليه الطب في سنه اولى او كليه التجاره لغات معلش. ويتعرض للرسوب لانه لم يكن مؤهل او لم يكن وشفنا ده كتير قوي. يمكن انا شخصيا في اسرتي شفت ده مثلا في كليه هندسه، نسب الرسوب كانت عاليه جدا. بالظبط. خلينا نتكلم بقى لو السنه التاسيسيه دي هي بتضاف للخمس سنوات، لو هنتكلم على كليه طب مثلا او كليه صيدله او هندسه، هي فيبقى هي ست هي سنين ولا هتبقى سنه تمهيديه اشبه بالسنه احنا ثم الاربع سنوات؟ احنا عدلنا اصلا منظومه، احنا دلوقتي بنعدل لوائحنا التعليميه في الجامعات للانتقال لما يسمى بنظام الساعات المعتمده، يعني الفصول الكريدت. فما بقيناش محتاجين فكره زمان الفصل الدراسي والسنه الدراسيه دي، مع تغيير اللوائح هتنتهي، فهيصبح عندنا السنه الدراسيه فيها فصل اول وفيها فصل ثاني، فيها سمر كورس يعني في فصل الصيفي. فهي كل شخص وبحسب قدر استيعابه. بالظبط. هتتقسم او البرامج التاسيسيه دي هتقسم، او المقترح المطروح دلوقتي انها تقسم اربع منظومات: علوم الحياه، العلوم الطبيه، العلوم الهندسيه، تمام، العلوم الانسانيه. الطالب اللي عايز يدخل الكليات الطبيه هيدخل ياخد فصل دراسي او يجتاز عدد المقررات دي، سواء في فصل دراسي او على حسب المده اللي هيحددوها. تمام. وبناء عليه نجح فيها او اثبت جداره فيها ينتقل مباشره الى دراسه هذا التخصص اللي هو عايزه. ودي هتتيح فكره، هتسهل فكره. كان احنا كان عندنا مشكله كبيره قوي ان جزء كبير من الطلاب عظيمه فكره ان انت بتبعد عن فكره التعليم بالتلقين. احنا لو لاحظت الازمات اللي حصلت في اوكرانيا والسودان كشفت لنا قد ايه ان في طلاب كتير كانوا بيسافروا بره مصر لمجرد ان هو عايز يلتحق بكليات مثلا القطاع الطبي او الهندسي، فمش عارف المجموع لم يكن موفق، كانش بيوفر ليه الفرصه دي. فاحنا عندنا دلوقتي منظومه تعليم كتير، عندنا 92 جامعه المنظومه دي الثانويه العامه. معلش لحظه واحده، يعني عامل المجموعه هيفضل موجود ولا مش هيفضل؟ هيفضل مجموع، هيفضل يليه حد ادنى. اول مرحله اللي هي المجموع، يليها المرحله التمهيديه. هي المرحله الاولى، بعد المرحله التمهيديه المرحلة يقدر يدرس حاجتين تمهيديه في نفس الوقت ولا بيتنقل بينهم ازاي؟ يعني لو لم يوفق في دراسه الجزء العلوم التطبيقيه هو لا، يقدر ياخد حاجه ثانيه. ايه اللي هيدخله هذه المرحله؟ الفئه الاعلى مثلا اللي هتوفق في القطاع فيما يخص البرامج او المقررات الخاصه بالمرحله الطب هيدخل طب. اللي مش هيوفق هيبقى قدامه هيدرس بقى تاني علوم كليه القطاع. لا، ما احنا بنتكلم هيبقى على كليات القطاع الطبي كلها. يعني طب، اسنان، صيدله، تمام. فدي هتتعمل لها نظام، وهو طبعا لسه التوصيات لم تعلن تفاصيلها طبعا كامله حتى اللحظه. يعني هيبقى في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الاسبوع ده هتعلن فيه تفاصيل اكتر. بس هو اللي عايز اقوله بس ان هذه البرامج هي مجرد لسه احنا بنتكلم في مرحله انتقاليه ستطبق على الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصه والاهليه فقط. ده بيطبق على الأولى طلاب الثانويه العامه والشهادات المعادله ليها. كل من يلتحق بالتعليم على ارض اختياري مصر ستطبق في المرحله الاولى كمنظومه اختياريه. انت احنا المجموع لا زال قائم، النظام لا زال قائم، بس انت طالب فتره انتقاليه وليكن وهناك لجنه مشكله الان للنظر في اليه امكانيه تطبيقها على الالتحاق بالجامعات الحكوميه. بس اللجنه لسه يعني ما حطتش الياتها وما حطتش قواعدها. فدي فكره. وعلى فكره النظام ده مش احنا بننفرد بيه، لا، ده موجود في معظم دول العالم، وده كان السبب الرئيسي احيانا في ان بعض الحاصلين على الشهادات العليا في مصر ما كانوش بيعادلوا في الخارج. ليه؟ لان النظام كان مختلف. صحيح. فاحنا تقريبا بنقرب من النظام. احنا بقى لنا حوالي 15 سنه بنتمنى ان احنا منظومتنا التعليمي العالي في مصر يواكب المنظومه الاوروبيه اللي هي البولونيا، اتفاقيه بولونيا اللي احنا مش عارفين. فاعتقد بتطبيق نظام الساعات المعتمده، بتطبيق نظام البرامج التاسيسيه، احنا بقينا في بؤره العالم، يعني اقرب نظامنا زي انظمه العالم المختلفه في التعليم. يمكن حاجتين مكملين لبعض: السنه التمهيديه اللي حضرتك بتتكلم عليها واستنفاذ مرات الرسوب. يمكن الاثنين ممكن يكونوا مقترنين بشكل او باخر. استنفاذ مرات الرسوب دي انا شايف ان هي من الحاجات اللي يعني احيت امال طلاب كتير. احنا كان عندنا القانون
بيتيح في مرحله من مراحل للطالب الراسب انه يقعد بالسنتين والثلاثه والاربعه والخمسه في السنه الدراسيه، وكان عندنا طلاب يوصلوا ل 30 سنه وبيشغلوا مكان يحرموا منه طالب اخر مستحق. واحنا عندنا في الجامعات الحكوميه دي بتستقبل على فكره اكثر من 76% من طلاب التعليم العالي. الان بهذا النظام من سنتين ثلاثه لما طبقنا فكره ان الطالب له سنتين بس رسوب، بقى يواجه الطالب مشكله بعد ما بيخلص السنتين في بعض الجامعات، لان ده قرار الجامعات تقول لا انا مش هاخد طالب راسب عندي سنتين. فكان الطالب الراسب ده ما بقاش قدامه يا اما فرصه يلتحق بجامعه خاصه غير قادر على تحمل مصروفاتها، او ان هو خلاص مش هيكمل تعليمه وهيتوقف تعليمه عند هذا الموضوع، او هيدخل منظومه تعليم مفتوح يعني شهاده مش هتحلو العمل. لا، بهذا القرار هيتاح للطالب الالتحاق بالجامعات التكنولوجية الجديدة اللي هي أصلا فتح مسار جديد في مصر لأسواق العمل. نعم. الجامعات التكنولوجية الجديدة، العشر جامعات التكنولوجية اللي فتحوا حتى هذه اللحظة كل برامجها مرتبطة وتم تصميمها بما يتناسب مع قطاع الصناعة. يعني احنا بنتكلم دلوقتي تربطهم باحتياجات سوق العمل. بالضبط، احتياجات سوق العمل واحتياجات الصناعة. يمكن دي اللي اشار لها السيد الرئيس بالامس، فكره تشكيل ايضا لجنه تضم كل المتخصصين وتشرف عليها وزاره الاتصالات ايضا بفكره التنبؤ بفرص العمل المستقبليه. لكن عاوز اروح لنقطه في غايه الاهميه، هي فكره كيف ستعمل وزاره التعليم العالي على استيعاب الطلبه العائدين من السودان وايضا اوكرانيا. طيب خلينا، احنا كان عندنا تجربه اوكرانيا السنه اللي فاتت وخدنا منها خبره كبيره جدا، وده يمكن كان من لطف ربنا بينا ان احنا عندنا العدد اللي راجع من السودان كبير شويه، وظروفهم مختلفه شويه، يعني اغلبهم في كليات القطاع الطبي الهندسي. لكن الملاحظ في ال 15 يوم اللي فاتوا ان احنا بنتعامل باحترافيه شديده جدا جدا، يعني يوميا شبه يوميا وزاره الهجره في لجنه اولا وزاريه تضم منسقين من وزارات مختلفه. صحيح، وده دول خلايا اداره الازمه اللي شكلت من اول يوم، اللي هي المركزيه، وهناك خلايا فرعيه في كل الوزارات. يوميا هناك اجتماعات زوم بتتم مع كل الطلبه، يعني اخرها خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا كان وزير التربيه والتعليم نفسه قاعد في اجتماع موسع عبر الزوم لساعتين مع طلاب الثانويه. قبلها كان امين المجلس الاعلى للجامعات ورئيس قطاع البعثات وعدد من مسؤولي التعليم العالي قاعدين برضو مع الطلاب بالجامعات السودانيه بيسمعوا منهم وبيبلوروا افكار لحلول الازمه. لكن القاعده الاساسيه اللي تم الاتفاق عليها ان كل طالب ممن كانوا متواجدين في السودان ستكون لهم فرصه في الالتحاق بالجامعات المصريه، وفرصه توازي الفرصه اللي هو فيها دلوقتي. واحنا دلوقتي ما عندناش مشكله زي السنه اللي فاتت او اللي قبلها، لان زي ما قلت لحضرتك ان حتى عندنا منظومات تعليم اللي هي منظومه التعليم الجامعات الاهليه، منظومه الجامعات الاهليه تقريبا نظم التعليم فيها قريبه جدا من النظم اللي كان بيدرسها الطلاب بره في السودان، وايضا مصروفاتها قريبه جدا، زائد ان بعض الجامعات بدرت فعلا في خلال الساعات اللي فاتت بتقديم منح لطلاب العائدين من جامعات السودان. يعني لن يكون عائق، لان البعض كان اثار فكره ان عائق المصروفات قد يقف امام تحويل الطلاب وبيطالبوا انهم تحولهم لجامعات. يعني احنا بناكد اللي دلوقتي احنا اصبحنا في منظومه متكامله، في جسور من التواصل حقيقيه ما بين الطلبه وما بين اصحاب الامر نفسه وايضا يعني الجهات المسؤوله، وده بياكد ان احنا مش في جزر منعزله. بالظبط، كل الوزارات في بتتناسق فيما يعني تنسق فيما بينها علشان حاجه واحده فقط، وهو الارتقاء والحفاظ على المكتسبات اللي بيحصل عليها المواطن المصري. بنشكر حضرتك الصحفي المتخصص في ملف التعليم الاستاذ عبد الرحمن عبادي، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. نورتنا.